يا أخي رمضان نبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، من هم يا رسول الله؟ قال الصائم حتى يفطر. يعني أنت طالما أنت صائم من الفجر حتى المغرب دعوتك لا ترد، انشغل بالدعاء، اللهم عافني في بدني في سمعي في بصري، واجعله الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، اللهم أني أسألك الصحة والعافية، أسألك اللهم التقى والعفاف والغنى، انشغل بالدعاء، دعوتك لا ترد. لكن يجب أن تغنم الأوقات، يجب أن تغنم ماذا؟ الأوقات، أن هذا وقت مبارك، هذا وقت دعاء لا يرد، هذا فيه معاناة من العطش، هذا الذي يريده الله لك، تستلذ بالطاعة. لهذا من فضل الله أنه جعلك وأنت صائم دعوتك لا ترد، عند الإفطار لا خلاص، لكن وأنت صائم مكرمة وتكريم من الله إليك، دعوتك لا ترد، لأن الله يعلم ماذا تعاني وأنت صائم.